تشهد البنية التحتية في السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها. وفي عسير يتجلى هذا الطموح بتطوير شامل لمنظومة البنى التحتية، كان من أهمها توفير كامل احتياج المنطقة من المياه المحلاة عبر محطة الشقيق وخطوط النقل الخاصة بها. لا يمكن للبنية التحتية أن تكون مكتملة في منطقة عسير وفي فنادق عسير وفي استثمارات عسير بدون وجود مياه ومياه كافية. نموذج الناجح مع شريكنا منظومة تحلية المياه أنه تحول عجز 110 متر مكعب في اليوم لمنطقة عسير إلى فائض. من أكبر التحديات التي كانت تواجه منطقة عسير خلال الفترة الماضية النقص في إمدادات المياه طوال العام وخاصة في فترة الصيف، لكن بحمد الله بعد تشغيل هذا المشروع تم تغطية هذا النقص بشكل كامل. أيضا أصبح هناك فائض، حيث تم مضاعفة الكمية المياه الواصلة إلى منطقة عسير إلى 500,000 متر مكعب. كذلك أيضا من أهم النقاط اللي تم معالجتها في هذا المشروع تم وصول المياه إلى أكثر من 8 محافظات لأول مرة، وهذا يعتبر إنجاز كبير. من أهم هذه المحافظات محافظة محايل، محافظة المجاردة، محافظة بارق. كذلك منظومات الخزن الاستراتيجي تعتبر من أكبر منظومات الخزن في على مستوى المملكة، تصل سعة الخزن هذا في هذا المشروع إلى 1,000,000 متر مكعب بعدد 24 خزان. إحنا اليوم في أحد مناطق منظومات الخزن الاستراتيجي في منطقة عسير، منظومة الخزن الاستراتيجي في أبها، الخزانات اللي خلفي سعتها حوالي 212,000 متر مكعب، زادت من سعة الخزن، زادت من تغطية الاحتياج في حال انقطاع المياه لا سمح الله، سيتم تغطية الاحتياج من هذه المنظومة بإذن الله. كل هذه الكميات من المياه تصل من تحلية المياه إلى شركة المياه الوطنية بعسير، وهي إحدى شركاء تنفيذ استراتيجية عسير التي تعمل على إنشاء منظومات نقل وتوزيع لكامل محافظات المنطقة. تم تدشين 37 مشروع لمنطقة عسير بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال لأهم خطين للتحلية رئيسيين في منطقة عسير. في عدد من المحافظات تم إعلان عدد أو حزمة جيدة جدا من المشاريع لمنطقة عسير، ليست فقط مرتكزة على أبها الحضرية، خلنا نسميها اللي هي أبها، خميس مشيطة، حيدر فيدة، لا، طالت المحافظات الفرعية المجاردة، بارق وغيرها من المحافظات. تجاوزنا نسبة 51% في منطقة عسير من إيصال شبكة مياه الشرب للمنازل، وهذا ما هو مرضي بالنسبة لنا ولا لشركائنا، والمستهدف بإذن الله أكبر من كذا. في العام 2020 السعودية تقدمت 40 مرتبة في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحوكمة الإلكترونية، لتحتل المرتبة 27 عالميا والثامنة على مستوى دول 20. استطاعت إيصال خدمات البنية الرقمية لأكثر من 3.5 مليون منزل، ساهم هذا في زيادة الطلب العالي على سرعات الإنترنت واستهلاك البيانات من خلال تنفيذ مبادرات تحفيز الاستثمار في نشر البنية التحتية الرقمية التابعة لبرنامج التحول الوطني. ولم تغفل استراتيجية عسير كل المشاريع التي تساعد على تطوير البنية التحتية الرقمية الفاعلة في المنطقة. من 2018 وجاي بالعمل مع منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، قدرنا الحمد لله أنه كثير من المشاريع اللي أحدثت أثر ملحوظ في تعزيز موثوقية الشبكة، شبكة الاتصال، في تعزيز موثوقية شبكة الإنترنت، في أيضا زيادة عدد المنازل الموصول لها شبكة الألياف الضوئية. إحنا وصلنا إلى نصف المستهدف الخاص بموثوقية الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة عسير. النصف الآخر وهو ما تم إعلانه من حزمة تطويرية وتحسينية لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة عسير بحزمة مقدارها 3 مليار ريال موجهة لخدمة الاستراتيجية. ولتتكامل ممكنات الاستراتيجية بعسير يتم العمل على زيادة موثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية
والتقليل من الانقطاعات. كل هالمشاريع في تطوير البنية التحتية ساهمت كثيراً في جذب رؤوس الأموال للمنطقة وتنمية القطاعات التجارية والسياحية والصناعية، واللي تشهد اليوم نمو كبير وصلت إلى تخصيص 171 عقد صناعي وخدمي بقيمة تتجاوز المليار ريال هنا في المدينة الصناعية الأولى في أبها. وضمن استراتيجية عسير يتم اليوم إنشاء مدينة صناعية ثانية لتلبية الطلب المتنامي على قطاع الصناعة. وفق رؤية استراتيجية منطقة عسير تم تخصيص واعتماد تخصيص مدينة صناعية ثانية بمساحة تقدر 19 مليون متر مربع، تقع في مركز الحفائر التابع لمحافظة خميس مشيط، هي امتداد للمدينة الصناعية الأولى. عملنا على تلبية احتياج الناتج المحلي في المنطقة، أيضا لخلق فرص وظيفية لمنطقة عسير، وبإذن الله تعالى تكون المدينة الصناعية الثانية تمكن الصناعة وتساهم في تعزيز الاقتصاد والصناعات النوعية ووفق رؤية مبتكرة تواكب تطلعات شركائنا في القطاع الخاص، وأيضا تعزز وتساهم في التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.